tout le monde et bienvenue au cours de français pour les débutants. Aujourd'hui, on va réviser la prononciation des lettres en français. Avec vous, Fatma Chemi et monsieur Oussama Arafa. Bienvenue, monsieur. Bienvenue, monsieur. النهارده يا فندم قلنا هنراجع. هنعمل ريفيجن مراجعه على اول حاجه خدناها اللي هي النطق تركيبه الحروف اللي محتاجه نطق خاص اللي فيها نوع من الشواذ في النطق يعني. بعدين فاحنا هناخد برضه يعني فيتمو بسرعه كده. لو اخذنا مثلا هنعمل فراز جمل ون ايه ونحاول بقى ايه نوضح فيها نتكلم. يمكن هي دي اكتر عقبه بتواجه الطلبه عندنا ان هم بيحسوا ان نطق الكلمات صعب عليهم او بيبقوا خايفين ينطقوا بطريقه مش صحيحه. مع بعض كده هنبدا نشوف تركيب الحروف مع بعضها بيتنطق ازاي. هنبدا يا فندم باول جمله وهي هتظهر على الشاشه قدامكم دلوقتي. اول جمله هي اللي هي ايه جي دي كريون، يعني انا عندي اتنين اقلام ايه رصاص. هنا بقى ايه قلنا جي الآ والإي تنطق ايه تنطق ايه، وعشان كده قلنا ايه ايه ما عندي الآ والإي مع بعضها بتنطق ايه. النقطه الكلمه الثانيه السي والار بكريون شيء اللي هو انت هنا بتطق كي بعد ايه كريون كريون واضح خلاص ماشي. على لون حضرتك على كلمه دو في ناس مش بتنطقها صح برضو. ايوه في بيقولها دو يعني مش عاوزين نضمها قوي. لا هي زي ما هيقولها مسيو دو دو تري بيان. عندي الجمله الثانيه il va au cinéma le vendredi. il va au cinéma لي فاندريدي. هنا الحرف اللي نركز عليه او اللي هي ايه معنى الى في الفرنساوي، حتى اللي هي الآ والإي تنطق ايه تنطق او او هي دي اكتر او مضمومه عندنا. يعني ما الفا او سينما رايح السينما لو فاندريدي. هنخلي بالنا كده لو فاندريدي الاو والان مع بعضها نطق اون يبقى فاندريدي. il va au cinéma le vendredi. عندي اول حرف في الجمله اي. طبعا لو نطقنا صح من الاول واحنا بناخد ليلاتر هنلاقيه نطقه لوحده اي، فبقت هي كده الاي مع ال بقت il. très bien ده سي فاسيل je crois. troisième phrase moi j'aime mon père. moi جيم مونبير. هنا بناخد الحرف اللي هو الاو والاي، طبعا بناخد الحروف باللغه الفرنسيه. انسوا بقى حد ينطق اللغه الانجليزي بقى في الفرنسا، مش عايزين الكلام ده بقى، هنعمل كل ده عشان نوصل للحاجه الصح. فالاو والاي الاي بقى الاي بقى اللي في الانجليزي اي، ما حدش يقول اي هي اي ايوه يبقى موا. هنا الاو والاي تنطق ايه وا وا زي كلمه توا كده بواسون. فهنا موا جيم مونبير. J'aime mon père. Okay. J'aime mon père. Bravo. La quatrième phrase. Le tableau. Le tableau. Est noir. هنا le tableau est noir. أول واحدة le tableau هنا ال A و ال E قلنا تنطق إيه O. هنا إيه le tableau. يبقى عندي الصوت وبيتحقق من خلال ال A و ال E وكمان من خلال E A E زي كلمة tableau. زي كلمة كمان شامو يعني جمل. شامو شابو شابو. طيب عندك هنا بعد كلمة نوار. نوار هنا الاو والاي تاني الصوت وا الصوت وا تاني تحقق من خلال كلمة نوار. نوار ايوه. يبقى هنا لي تابلو الا والاي تنطق ايه او، يبقى لي تابلو ايه نوار الاو والاي وا. اوكي زي مو ما خدناها في الجملة اللي فاتت. La cinquième phrase, ma classe. Ma classe. Ma classe est rangée. Rangée. أنا عندي أكتر من حاجة هنا عاوز أخد بالي منها. وإحنا بننطق ما عندي لتر ده اسمه آ، فسهل عليا لو أنا نطقته في الحروف الأول صح هلاقي صوته زي ما قلته. ما كلاس السي والال مع بعض سي لما يجي بعدها ال بتتنطق ك كلا. فبقت ما كلاس. يمكن مسيو اسامه دايما يعلق على حته دو اس ورا بعض، لو عندي اتنين اس مع بعض نطق
اس. لكن لو هي كانت واحدة بين اتنين فيال كانت هتنطق تنطق زد زد. ما كلاس ايه انا عندي ايه دي اكتر الحاجات اللي الطلبة في بيتلخبطوا فيها است وحاجات كده جميلة. فهي اسمع الفيرب الاول من المسيو او من المدام اللي بتديني فرنسي هسمعه صح هيثبت عندي. انا هقول لا انا عرفت ان كلمة ان الفيرب ده بيتنطق ايه الاس والتي مش منطقين نوم فرنسي. يبقى ما كلاس حاجة مفرد اهي تعتبر هي السجيل فاعل عندي ايه بيكون غونجي يعني منظم. كلاس تاعي منظم لازم احافظ عليه كده غونجي وجميل. عندي كلمة غونجي اللتقة جي هنا يا فندم بتنطق ج ما تنطقش جيم لا جي مع التصف ليه لان بعده لتقة او ولو جاء بعده لتقة اي او اي جريج برضو بيتنطق بنفس الطريقة لكن لو بعده آ او اي بيتنطق ج زي كلمة مثلا جراج الجراج اول ج جاء بعدها فبقت جا الاخيرة جاء بعدها لتقة او فبقت ج جي. لا سانكيام فراز كوم انتري جي بران دي لا سالاد كوم انتري يعني كمقبلات هنا احنا بنقول السي لما يجي بعدها لتر او لتر او باردون تتنطق كو كو كنت يعني المثال اللي قبل هنا كان سي ال قلنا كل كلاس هنا سي او كوم كو يبقى تنطق ايه كوم يعني احنا ايه سي ار كريون اخذناه قبل كده يبقى السي ورا الار بقت كي ورا ال بقت كي ورا الاو بقت ايه بقت كو وكمان لو بعدها لتر يو زي كلمة كيب اللي هو المكعب نعم كده دي الحالات اللي بتنطق فيها ك لكن لو السي جه بعدها لتر اي او 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 ايغريك كمان بتنطق اس زي سينما سيكل ايوه تمام في الحالات دي بتنطق ايه اس دمشو. هنا المثال بتاعي كومونتري جو برون دو لا سالاد لما بنروح اي ريستوران وبيكون بيقدم وجبات مثلا لو احنا في المنيو احيانا بيكون فرنسي فبنشوف حاجات كومونتري كمقبلات ممكن ناخد دو لا سالاد ممكن ناخد كمان شوربه او حاجات ديليجيم لكن كوم بلا برينسيبال كطبق رئيسي لازم يكون فيه بروتين كوم بواسون دو لا فيوند دي زوف وفي الاخر كوم ديسير يعني كتحليه ممكن دو لا غلاس او دي فري اللي هي الفواكه او ايس كريم او ممكن جاتو دي كانت معلومه كده هي عند طلابنا في تاني اعدادي عندهم الدرس ده انا بحب الدرس ده جدا اللي بيتكلم عن المطعم بيحسسني ان احنا خلاص يعني في المجتمع وبنتعامل فعلا هنا كومونتري جو برون دو لا سالاد قلنا كل حاجه فيها تتعلق بالفونيتيك او الصوتيات كلمه انتري الاو اللي عليها اكسون تيجي بتخليها مفتوحه شويه انتري جو برون الدي والاس نون برونسي مش منطوقين دو لا سالاد سهله واضحه ما فيهاش حاجه الجمله اللي بعدها يا فندم مون نو اي اسامه انا اسمي اسامه هنا بنتكلم على ايه بقى زي ما قلنا قبل كده في كلمه كلاس هنا الاس اساسا الاس بين حرفين متحركين انه تنطق زد يعني لو هي اس واحده هتبقى بين الاو والآ الاو والآ دول حرفين متحركين فويال فنقول ايه اسامه طب انا عاوز انطقها اسامه فالجماعه الفرنسيين اللي تحط اس حطينا اس زياده بقت اسامه ما بقاش بين حرفين متحركين طيب عندي معلومة مهمة جدا سي تريز امبورطون الجملة اللي بعدها لي زيليف سون ان كلاس خلينا مع بعضنا بقى هنا لي زيليف الاس هنا اللي في نهاية لي لما جاء بعدها فويل هنا لا ليزون اوبليجاتوار يعني الوصل بينهم في النطق يعني اني اخليها اس ده اوبليجاتوار يعني الزامي مش حاجة مزاجي يعني
فقلنا هنا بدل ما قلنا لي، بدل ما نقول لي إيليف قلنا ليزي ليف. وكمان نطقنا الاس زي ما مسيو سامة قال، نطقناها زد. ليه؟ لانها كده جايه بين اتنين فويل. ليزي ليف سون اون كلاس، الطلبه بيكونوا اون كلاس. كده احنا تقريبا رجعنا على، مش بنرجع تاني موضوع الحروف بقى خلاص. لا خلاص مش هنرجع بقى، نرجع نتعلم بقى مع بعضنا، نفتح اي صحفه اي كتاب اي صحفه من اوله ومن اخره ونحاول نراجع لايه تركيبه الحروف دي. اتمنى لو في طلبه من اللي بيتابعونا يحاول يقرا اي ولو الفرنسيه الحديثه، يعني لو هم نطقوا الفرنسيه صح اللغه بقت سهله عندهم، هيحبوا الفرنسيه كمان، لغه سهله وجميله. الفرنسيه يعني لغه متدلعه يعني. ولو حد حابب ينطق حاجه ويسجلها ريكورد ويبعتها لنا وهصحح له النطق وهفرح بيه جدا. احنا لازم نغلط في الاول عشان نتعلم. ماشي. ميرسي بوكو، ميرسي بوجودوي، الى فا بروشين، اوفوار.